السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد من قناة Animal World. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال دايما. لو بتستفاد من المحتوى بتاعي وياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. فيديو النهاردة هيكون عن الحمل في الكلاب او الـ Pregnancy in Dogs. بتعتبر الكلاب من الحيوانات اللي لا تظهر عليها علامات الحمل بوضوح في البداية، وبتحتاج وقت عشان الحمل يبقى ملحوظ. وفيديو النهاردة هعرفكم ازاي تعرف الكلبة عند حضرتك او حضرتك حامل ولا لا. بالنسبة لأعراض الحمل عند الكلاب، رقم واحد انها بترفض الجواز نهائيا من الذكر وبتحاول تبعد عنه بأي طريقة. رقم اتنين، الشهية عندها بزيادة وخصوصا في الفترة ما قبل الولادة. رقم تلاتة، ظهور الحلمات في البطن بشكل ملحوظ واللون الوردي بيبان عليها. رقم أربعة، كبر حجم البطن وتصلبها بمعنى نشفان البطن. رقم خمسة، اختيار أوضاع النوم بتاعها يمين أو شمال بحيث تتفادى النوم على بطنها أو الحمل الزيادة على بطنها. رقم ستة، قلة الحركة وعدم اتزان المشية والميل للنوم لفترات طويلة. رقم سبعة، بعد 30 يوم من الحمل بإمكان الدكتور البيطري اللي هو أنا إنه يشوف الأجنة بالسونار. بالنسبة لمدة الحمل في الكلاب من 60 لـ70 يوم، أكتر من كده يستلزم دخولنا في الفتح القيصري للبطن ورحم الكلبة، ولو حصل طبعا ولادة قبل كده فده يعتبر إجهاض بسبب خبطة في البطن أو عدوى بكتيرية في رحم الأم أو مجهود زيادة على البطن. بالنسبة لعلامات الولادة، إن الحلمات بتكون بارزة جدا وبتنزل نقط من اللبن وبيبقى فيه قلة حركة ونباح مستمر. في المراحل الحمل الأخيرة لازم إنك تحضر بوكس الكلب، يكون نظيف فيه بطاطين في مكان دافي، لازم يكون فيه لمبة صفراء للإضاءة ولإن هي بتشع الحرارة. فيديو النهاردة خلص، أتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي. يلا سلام عليكم.